بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأخوة المواطنين في محافظة صلاح الدين، أن الإجراءات المتخذة بخصوص الحظر الصارم التي تبدأ من يوم غد إن شاء الله ليست إجراءات أمنية، إنما هي إجراءات صحية تتخذ على أساس منع الوباء. ولكن بنفس الوقت أحب أطمنكم بأنه إحنا لدينا خطة لإيصال المواد الغذائية والخبز والمشتقات النفطية إلى كل بيت في صلاح الدين عن طريق سيارات جوالة، وكذلك عن طريق المخابز، وإيصال المواد الغذائية عن طريق غرفة عمليات في كل ناحية، وقضاء تقوم بتلبية المناشدات المطلوبة. فلذلك لا داعي للقلق ولا داعي لهذا التوجه إلى الأسواق. الوضع طبيعي، المحافظة ستقوم بواجبها بشكل صحيح. كل الإجراءات التي اتخذت هي لحمايتكم، لأننا نقدر عاليا هذا الوباء وما يمثله من خطر على حياتكم في الوقت الحاضر. لذلك هذه الإجراءات هي إجراءات صحية من أجل عزل الناس والمكوث في منازلهم لمدة أسبوع حتى نستطيع أن نسيطر على عدم انتشار الوباء. المحافظة بكل تفاصيلها، وحداتها الإدارية وأجهزة الأمنية ستكون موجودة لخدمتكم. اليوم ستصلكم هواتف لكل قضاء لتلبية المناشدات الإنسانية والمناشدات التي الطبية التي تحتاجها المواطنون. سيصلكم خط ساخن في كل قضاء وفي كل ناحية. فالرجاء التعامل مع الموضوع بدقة، وليس هنالك هلع أو خوف من نقص في المواد الغذائية. سنكون موجودين في كل الأماكن والوحدات الإدارية. أتمنى لكم الصحة والسلامة إن شاء الله، وأن نعبر هذه الأزمة بكل قوة وإصرار وتحمل لما ينتج عن هذه الإجراءات من أمور جانبية.